تسمع؟ هذيك مثلا كبيرة. كيلو فيرا؟ واعرف. هذاك راه لينيب والكونفوكيس. ها هو ذاك راه راه. هذاك لينيب. كاينه كاسيا اوكسيدونتاليس، وكاينه كازوارينا كاميانانا، وكاينه لا غورانيا. وكاين الشينيس مول، الشينيس تيبان، ولا كاسيا راديانا، ولا كاسيا سيانوفيلا، وسيكلوبس. بالنسبة اسمع مزيان هادي، هادي خصكم تعرفوا. بالنسبة للشجرة اللي كاينه هنا في الصحراء الطبيعية كتنوض طبيعية وموجودة بكثرة، هي لا كاسيا راديانا اللي كتسمى بالعربية الطلح الصحراوي. النخلة. كاينة أي سؤال بالنسبة للشجرة ولا النخلة؟ بالنسبة كنديرو بلاستيكه وكنديرو فيها التراب وعاد باش كنخشيو البذره. لا دابا البذره قبل ما نجيبو البذره ياك البذره كنعزلو اش من الشجره، والشجره عندها البذور ديالها ياك، كنخصها الرمله التراب والغبار. الغبار هو داك الغبار اللي كيرطب. لا ماشي النجاره، الغبار هو دوك لي ديشين تاع لي زانيمو. هو السمد، السمد الطبيعي فهمتيني، تسمى سمد طبيعي. هذاك هو اللي كيعطي المواد الاوليه تساعد ديك النبته باش تطلع، هي مناش كتاكل المواد الاوليه، المواد العضويه بحال قلتي منها كتاكل ديك النبته، اضافه الى الماء اللي كنسقيو بها، واضافه الى الشمس. ما عرفتش الشريط ديال العناصر الرمله والتراب والغبار ثلاثه. عاد كنقومو كنجيبو البذره، ماشي كنديرو البذره كلها، كنديرو جوج ولا ثلاثه فهمتيني، باش ما تقدر ديك البذره اللي ندير ما تنجحش فهمتيني. الا ما نجحتش لينا حنا ضعنا، نديرو ثلاثه ولا نديرو ثلاثه حتى جوج ثلاثه، باش وحده الا ما صدقتش الاخرى انا غايصدق. وفاش كتكبر كنشوفو اللي شاده مزيان وكبيره مزيان كنخليوها وكنحيدو الفريز، باش ما يكونش واحد التنافس على الغذاء وعلى الماء فهمتيني. الا كان التنافس على الغذاء والماء يعني غادي تطلع ضعيفه، باش ما كيكونش التنافس كتطلع يعني كتاكل داكشي اللي خاصها مزيان وكتستغل الماء مزيان فهمتي. كان عندي شي سؤال اخر، علاش كنزرعو اكياس بلاستيكيه؟ لكن علاش منزرعوش كنديرو قاعات ديال بحال ديال الباهيه وهادو كنقطعو داك الطرف الفوقاني كنقطعو وكنديرو بلاستيكيه. علاش كنديرو اكياس بلاستيكيه؟ اكياس بلاستيكيه كنديرو فيهم باش كتكبر وكتكون موجوده للغرس، كيسهل علينا اننا نغرسوها، فاش كندوزو العملية غرس، كاين عاوتاني كاين عمليات أخرى كدار، إلا درناها كيما قلت لك فرعة كنحيدو دوك الأكياس البلاستيكية عاد كنغرسوها، لحقاش إلا غرسناها بالأكياس البلاستيكية ما غاتنجح، ما غاديش تطلع، علاش؟ حيت كيكبروا الجذور ديالها، وفاش غيكبروا الجذور ما غيلقاوش فين غادي كما تنقولوا ما يلقاوش فين يسرحوا باش يقلبوا على الآخر. شنو كيديروا؟ فاش كيبقاو يدوروا شنو كيوقع؟ تيخنقوا النبته من تحت فهمتي، بحال قلتي داك الجذر الرئيسي نتاع النبته تيدوروا عليه دوك الجذور الاخرين الثانويه، وكيبقاو تيدوروا حتى تيخنقوا الشجره. اش كيخنقوا الشجره؟ كتموت، يعني ان احنا غرسناها ولكن ما مات. السؤال من جاي لو سمحتي، كانت عندهم نبته في البلاص دايره حرام باش خصها المساحه صافي تدير باش تكبر، الا بقات في الاخر غادي تموت فهمتي. بحال دابا هادو دابا الا بقاو هنا دوزو عام عامين دلتي غادي يموتو، علاش؟ لحقاش خصهم كي لحقاش الاكياس البلاستيكيه صغار باش نحتفظو بيهم، ولا تنحولوهم الاكياس البلاستيكيه كبار باش يبقاو شادين على ما نديوهم باش نغرسوهم ولا كان يختار. كتكون كتشي النبته ما كتكربش النبته. داكس جات السمسره كتساعد النبته باش تكبر. النبته فاش كتكبر كتطيح الجذور. ولكن الا خليتيها وقت طويل كتكرب. لا ماشي لا ما تقاسيهاش، لا ما تقاسيهاش، ما تقاسيهاش غادي تيبس. ولكن دابا غنشرح شي النبته فاش كتكبر الجذور ديالها شنو كيديروا؟ لا الجذور ديالها شنو كيديروا؟ تياخذوا الغذاء المواد العضويه والمواد الاوليه من التربه وما يكفيهم من الماء ياك. فاش سميتو كيعطيو للنبته، اسمع كيعطيو للنبته كامله داك الغذاء ياك. الضوء نتاع دوك الاوراق نتاع ديك النبته شنو هو؟ كتاخذ من اشعه الشمس الضوء ياك، وهي كتفرق كتهبط عاوتاني للجذور باش الجذور عاوتاني يبقاو عايشين، وكيبقى الجذور تيطلعوا الماكله للفوق والوراق كيهبطوا لاشعه الشمس
سميتو الحراره النبته الجدو باش كتبقى عايشه. هي شنو شي كيعطي شي فهمتي، ما نقدرش نستغنوا على الشمس وما نقدرش نستغنوا على التراب والماء فهمتي. اما ديك القضيه تاع ان الا جلست في الشمس غادي تكرم، لا خصنا ديما نسقيوها والسقا عاوتاني الماء ما خصناش تفوت واحد الكميه هي وما عاد. اش بغينا نستافدوا؟ قال لك يسفي باش تاخذ حتى من الرطوبه فهمتي، لحقاش دابا هنا كاينه الرطوبه بزاف باش ما باش ما تموتش الشجره كنديروا ديك سميتو باش النجره باش كتحميها منها. كنديروا بودو كنديروا هذه غير اضافه من Thank you.